اجتماع للإطار الشيعي لدراسة السيناريوهات المقبلة وآلية تشكيل الحكومة مع الراغبين بالمشاركة فيها. علينا أن نهتم برعاية الشباب المؤمن والمسلم. نهضة الأمم وضمانة المستقبل. قناة الأيام الفضائية تقيم ندوة بعنوان دور الشباب في أحداث النهضة الحضارية للأمة الإسلامية للعلامة أحمد راسم نفيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. بما أنه الطريق بات شائك ومليء بالمشقات، لذا فإن طريق السياسة المغلق من جميع اتجاهات ترى فيه قوى الإطار أن لا سبيل للخروج منه سوى الذهاب نحو لملمة أوراق البيت الشيعي مجددا وتقديم الأطراف السياسية لبعض التنازلات كي تسير القافلة وسط بحر السياسة دون أن تبقى تتلاطم أمواجه نحو خلافات حادة جعلت المشهد السياسي معقدا للغاية. لذا فإن الاجتماع الأخير اللي عقدته قوى الإطار الشيعي كانت السمة الأبرز فيه هو الذهاب نحو مبادرات فتحت الأبواب فيها لكل الأطراف السياسية للجلوس إلى طاولة حوار واحدة ترسم من خلالها الطريق الأصح نحو تشكيل الحكومة المرتقبة بعيدا عن كل التأثيرات السياسية لا سيما الحزبية منها. فالموقف يبدو هذه المرة يعطي مؤشر نحو حلحلة الأزمة بعد أن تفاقمت فيها الخلافات الحادة اللي ما زالت تلازم المشهد السياسي. بالجانب الآخر الشباب هم عماد التغيير والنهوض في كل المجتمعات لما يتمتع به من قدرة على استيعاب التجديد والتفاعل مع العصرنة والتعايش مع المتغيرات وإمكانيات ذهنية واسعة وشجاعة وما يؤهله لضمان مستقبل أفضل. لذلك فإن للشباب في بعض البلدان كل الفرص ليتعلم ويبحث ويشترك في الشأن العام ويعمل ويتطور، أما في البلدان الأخرى فإن الشباب هو الشريحة الضائعة مع الأسف. ففرص التعليم والتطور والبحث والعمل والمشاركة في الشأن العام مغلقة أمامه بشكل مهول إلا من عصم الله تعالى. ولذلك فإن دورهم في تحقيق عملية التنمية والنهوض والتغيير لضمان المستقبل، وهذا ما حدا بقناة الأيام أن تعقد ندوة أكاديمية حول هذا الموضوع المهم. إذن المشاهدين في حصادنا لهذا اليوم راح نتناول هذين الملفين ونتناقش بتفاصيلهما، لذلك تتفضلون البقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. في ظل تأزيم المشهد السياسي اللي بلغت فيه حالة الانسداد السياسي ذروتها، فإن الإطار الشيعي يعقد اجتماع بالفترة الأخيرة كان يراد منه دراسة السيناريوهات المقبلة للخروج من الأزمة السياسية اللي خيمت على المشهد في الوقت اللي أعلنت فيه القوى السياسية للإطار بأن ذلك الاجتماع كان يهدف لإنهاء حالة الانسداد السياسي وتقارب وجهات النظر مع الأطراف السياسية الأخرى. إذن ضمن هذا الموضوع نتناول الملف الحصاد، لكن بعد أن نشاهد تقرير غرفة الحصاد اللي أعدوا أن الزملاء. من جديد يستأنف الإطار الشيعي حراكه نحو حل الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها على المشهد السياسي. فاجتماع الإطار الأخير كان يراد منه دراسة السيناريوهات المقبلة وآلية تشكيل الحكومة مع الراغبين بالمشاركة فيها لتكون تلك الخطوة وبحسب المعطيات كبادرة نحو الخروج من حالة الانسداد السياسي الذي طال أمده دون أن يكون هناك مخرجات خلال الفترة المنصرمة التي شهدت العديد من الخلافات داخل البيوتات السياسية. فالبيت الشيعي الذي بلغت الخلافات داخله ذروتها
يرى مراقبون أن مستوى الخلافات لأطرافه السياسية ما تزال تتراوح بين الأغلبية والتوافقية، على خلاف ما يشهده البيت الكردي من تنحرات حول منصب رئاسة الجمهورية في ظل مظاهر مغايرة لما تذهب باتجاهه الإرادات التحزبية للحزبين الديمقراطي والوطني الكردستاني. فالعلاقات على ظاهرها تشير إلى بداية تقارب في طرح مخرجات لأزمة رئاسة الجمهورية، لكن واقعا الخلافات جسيمة يصعب حلها. وعلى غرار ما تبديه القوى السياسية للإطار الشيعي من مبادرات لحل الأزمة، فإن المراقبين للشأن السياسي يرون أن المبادرة المرتقبة ستحسم الخلافات وتأخذ بالعملية السياسية إلى بر الأمان، وذلك ما ينتظره الشارع العراقي الذي يبدو أنه قد طفح لديه الكيل من تأخر تشكيل الحكومة، حيث أن ذلك سرعان ما انعكس سلبا على جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية منها. وهنا تبقى التساؤلات مطروحة، هل ستكون الأطراف السياسية الأخرى مؤيدة لمبادرة الإطار الشيعي في رسم خارطة طريق يمكن من خلالها تشكيل حكومة تحظى بتأييد جماهيري تختلف عن الحكومات السابقة التي أذاقت الشعب الأمرين دون أن تلتفت إلى معاناته؟ حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف. أرحب بضيفي الكريم الأستاذ وائل الركابي، عضو ائتلاف دولة القانون. حياك الله أستاذ وائل، ضيفك كريما. اليوم نتحدث عن مبادرة الإطار الشيعي والسيناريوهات المرتقبة، ترى ما هي المخرجات حسب اطلاع حضرتك على الاجتماع اللي عقد الإطار الشيعي مؤخرا؟ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك أستاذ أحمد ولمشاهديكم الكرام. حقيقة هي ذاتها الأمور التي يتم مناقشتها في كل اجتماع دوري تقريبا، واجتماع مرة يكون اجتماع روتيني يعني متعارف عليه، ومرة يكون أثر الأحداث يعني ووقع الأحداث يقرر الإطار أن يجتمع بقياداته وزعاماته لكي يعني يناقش كل ما مرت به الأيام الماضية. نفس الأمور لا تزال يعني في قراءة بالنسبة إلى الإطار، هو مستعد لتقديم وقبول يعني تقديم التنازلات وقبول كل المبادرات التي تصدر من كل الأطراف، على أنه لا يستغني ولا يترك موضوعة الكتلة الشيعية الأكثر عددا وما دونها قابل للنقاش وقابل للتفاوض، حتى وإن وصل الأمر إلى الاستحقاقات الانتخابية التي من حقه أن يأخذها ككيان سياسي حصل على أكثر من 88 مقعد بغض النظر عن اختلاف المكونات والكتل السياسية المنضوية تحت هذا العنوان. الإطار يؤكد على مواصلة الحوار في لقاءات الأخيرة، في اجتماع الأخير أكد على مواصلة الحوار مع كل الأطراف، وهذا فعلا ما تم يعني يوم أمس، ولربما أيضا اليوم هناك اجتماعات كانت قد التقى السيد المالكي وكذلك التقت بعض القيادات في الإطار التنسيقي مع عزم، قيادات عزم، واستقبال أيضا للوفد الاتحاد الوطني، ولربما اليوم أيضا اجتماع فيه حضور بعض الأطراف من العزم ومن الاتحاد. لما لاحظ أنه تنوع الأطراف واختلاف مستويات وأنها هي المعنية بالخروج من هذا الانسداد، بطبيعة الحال راح تكون هاي المبادرة اللي جاي نعيش تفاصيلها ونعيش التفاوض حولها كفيلة بالخروج من هذا الانسداد؟ يعني حقيقة لحد هذه اللحظة هي لم تخرج يعني معالم هذه المبادرة الجديدة، يعني على الصعيد الإعلامي طبعا، ليس على صعيد المفاوضات ما بين الأطراف السياسية بشكل عام. هي قد يعني وصلت إلى حالة من الممكن أن نقول عليها أنها ستحظى بقبول من قبل الأطراف، خاصة وأنه إذا ما طرحت أمامها بعض المبادرات المرتقبة التي نسمع من هنا وهناك أنه يوم 11 بالشهر من الممكن أن السيد مسعود البرزاني يطرح مبادرة، قد تكون هذه المبادرات أيضا بشكل عام هي بحد ذاتها محل نقاش وإخراج ما هو صالح وما هو متفق عليه وليس محل خلاف ما بين الكتل السياسية
ويتم التوافق على كثير من المخرجات. اليوم أنا ما أتصور أنه يعني الحكمة والهدوء واللجوء إلى لغة الحوار لا يمكن أن يصعب أمر بقضية تمس وطن، تمس مواطن بشكل مباشر. أما إذا كان الجميع يطرح أو يرفع شعار أنه الوطن والعملية الإصلاحية وعملية الشعور بما يحتاجه المواطن والفشل الذي عانينا منه طيلة سنوات، وهو يقف عند مكانه ولا يتقدم ولا يتحرك ولا يقدم تنازلات ولا يحاور ولا يتفاوض، إذن يعني هذا حقيقة ماذا أن نسمي؟ هذه ليست عملية سياسية، إنما هذه يعني خلاف شخصي أو قضية شخصية، فبالتالي لا يمكن أن تحل الأمور بهكذا شيء. يعني حضرتك مطلع عن قرب أستاذ وائل، وبالتالي أنه يعني حتى لو لم يخرج شيء للتصريح الإعلامي، ولكن استعملت التأطير كثيرا في هذه الأجوبة، لذلك سخلي ضمن هذا الإطار حتى من إطار العنوان الاجتماع اللي تمت خلال دراسة آلية تشكيل الحكومة، وأكو جزئية مع الراغبين بالمشاركة في الحكومة، بالتالي هل هذه نعتبرها دعوة أو بمثابة دعوة لبقية الأطراف الراغبة في تشكيل الحكومة للدخول ضمن هذه المفاوضات وهذه الاجتماعات؟ طبعا يعني حقيقة أتحدث معك أستاذ أحمد، يعني أنا حديثي كله مبني على المعلومات التي أمتلكها، فبالتالي من أتحدث ما أحب أن يعني أدعي شيء قد يكون هو مخالف أو قد لا يسمح في الإعلام به حتى يتم بشكل واضح من هذه الخصوصية. نعم، ولكن نعم، أيضاً نعم، من حق من حقك ومن حق الجمهور أيضاً أن يعني التواق للوصول إلى حالة من التفاؤل. أنا أتصور أنه هناك ثمة مسحة تفاؤل حقيقة. يعني أننا عندما وصل ذكرت هذه النقطة، الإطار في حالة الآن صدقني من أقول لك يعني هو يعني ترى ماكو شيء أكثر من مطالبة الكتل السياسية باستحقاقاتها الانتخابية. عندما مستعدة أن تضحي بهذا الاستحقاق من أجل الخروج من 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 الانسداد السياسي، هذا بمعنى أننا وصلنا إلى مرحلة في التقرب إلى الأطراف الأخرى بشكل كبير. يعني فلذلك طرح موضوعة الدخول للتفاوض من يرغب بتشكيل الحكومة، أتصور الآن أصبحت حتى أجزاء من التحالف الثلاثي إنقاذ وطن هم أيضا قريبين إلى هذا الرأي. في هذا التصور أرحب بضيفي الكريم أستاذ علاء الخطيب، الكاتب والمحلل السياسي معي عبر سكايب من لندن. حياك الله سيد الخطيب. يتحدث ضيف الكريم بعد ما تحدثنا عن عنوان مدى أسمع الشوط. تسمعني حبيبي. تسمعني أستاذ علاء؟ صوت مدى أسمع زين. أنا تسمعني؟ هذا مشوش الصوت، مشوش. ممكن تغير الايربود؟ لا اسمعك مقطع، مدى يجيني الصوت عدل. خاف صوت الايربود او صوت الانترنت. استاذ علاء تسمعني هسه؟ استاذ علاء مدى اعرف الصوت يعني مدى اسمع زين. بين ما نعاود الاتصال بحضرتك ونتمنى انه الايربود لربما فيه اشكال. يعني المشهد بعدما ذهب السيد الصدر الى خانت المعارضة لمدة 30 يوم، وهنا دعوة للأطراف التي ترغب بالمشاركة في الحكومة، هنا تحدثت حضرتك عن تصور بجزئية التحالف الثلاثي، هل سينفرط عقد هذا التحالف؟ هناك متغيرات أستاذ أحمد طرأت على التحالف الثلاثي من خلال متبنيات المواقف الجديدة التي طرأت على الساحة السياسية. يعني اليوم التقارب الكردي بين البارتي واليكتي، واحدة من نقاط الاتفاق فيما بينهم للوصول إلى اتفاق نهائي هو أن يقف بمسافة واحدة بين الكتل الشيعية، يعني لا يقترب أحدهما إلى طرف دون الآخر. هذا واحدة من النقاط الأساسية بمفاهيم الربح والخسارة. الموقف الكردي راح يصب بصالح الموقف الشيعي سواء في التيار أو الإطار. نعم مع أو ضد الاثنين ربح وخسارة. لا لا ال- 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 الطرف الشيعي تنعكس عليه الاتفاقيات الكردية، الاتفاق الكردي الكردي سينعكس إيجابا على التقارب الشيعي ما بين الإطار والتيار، وهذه يعني معلومة دقيقة. يعني واحدة من نقاط الاتفاق الكردي الكردي للوصول إلى نتائج نهائية هو أن يقف كلاهما البارتي واليكتي
لا أن يدخل كحليف كما كان الديمقراطي. ما تأخذ بسياسة لي الأذرع أبداً أبداً، لأنه الموضوع بين الأخوة الكرد بين الاتحاد والديمقراطي هناك قضايا ليست واقفة فقط عند موضوعة رئيس الجمهورية، لا، مواضيع كثيرة، وواحدة من هذه المواضيع هو هذا الشأن الذي يعتقد به الاتحاد أن الديمقراطي قد قسم البيت الكردي الذي كان منسجم ويتلائم دائما مع الموقف الشيعي بشكل واضح. فبالتالي هذه واحد ليس من الدليل. الاجتماعات الكردية سيد وائل هل سنشهدها أنه قريبا ضمن اجتماعات الإطار التنسيقي وطرح هذه المبادرة؟ يعني حسب المعلومات اللي عندي أنه كما ذكرت لك أنه يوم 11 يعني بعد 4 أيام تقريبا أو 3 أيام سيتم طرح مبادرة من قبل السيد برزاني، ولربما هناك أيضا تسريبات تقول أنه سيرسل وفدا قبلها إلى بغداد لكي يستقرئ الوضع السياسي داخل قادة الإطار والتياري أيضا، ولربما هو يأتي السيد مسعود البرزاني إلى بغداد. حقيقة وصول السيد البرزاني أو طرح هكذا مبادرة في ظل هاي الأجواء مع وجود طرح مبادرات أخرى من الإطار الذي مستعد لقبول أي مبادرة ومستعد للتنازل عن كل شيء، أتصور أن ثمة انفراج. تنازل عن كل شيء أستاذ وائل، يعني أكو عقدة حضرتك تمثل ائتلاف دولة القانون كعضو في هذا الائتلاف، والعقدة هي بين شخصيتين، بالتالي هل باستطاعة هذه المفاوضات تذويب هذا الخلاف؟ لا، العقدة للواقع الحقيقي هي عقدة سياسية وليست عقدة شخصية، يعني ليست خلاف شخصي ما بين السيد مقتدى الصدر والسيد المالكي، بقدر ما أنها عقدة لرؤية سياسية حول الكتلة النيابية الأكثر عددا. يبقى عندنا المتغير الثالث الجديد في المعادلة السياسية سيد علاء الخطيب، وجد الترحاب بحضرتك إذا كان صوتي واضح لدى جنابك. يا أهلا وسهلا، حياك الله. حياكم الله أستاذ علاء، ونتحدث عن المتغيرات على الساحة السياسية. أهلا ومرحبا بحضرتك. اليوم عندنا المتغير الجديد هم شريحة المستقلين، بالتالي لما يكون هنالك تقارب دعوة للحوار من قبل الإطار في الأطراف الراغبة بتشكيل الحكومة، كيف تتوقع أن يكون موقف المستقلين في هذه الحوارات؟ تحية مجددة. طبعا أنا مدى أسمع بشكل جيد لأنه الصوت مشوش، لكن حسب ما سمعت راح يستقلون اليوم هم يعني بيضة القبان في العملية السياسية، الكل يريد أن يكون المستقلون إلى جانبه، وبالتالي للمستقلين مبادرة حقيقة يعني هي أعلنوها منذ تقريبا أكثر من شهر، أعلنت هذه المبادرة وقالوا نحن لسنا مع هذا الطرف أو لسنا مع ذاك الطرف، نحن مع حكومة يعني كفوءة، لسنا مع حكومة توافقية ولسنا مع حكومة أغلبية، ولكننا مع حكومة كفوءة للكفاءات العراقية المستقلة أن تقود هذا البلد. طيب، هذه الرؤية حقيقة هي رؤية وسطية بين رؤية التوافق وبين رؤية الأغلبية، وبالتالي أنا لا أعتقد اليوم المستقلين، وإن كان طبعا كلمة المستقلين أضع اليوم يعني تحتها 10 خطوط وليس خط واحد. طيب، لأن ليس هناك مستقل حقيقة في العملية السياسية، من القليل جدا، أعتقد 1 أو 2 فقط هم المستقلون في اليوم في هذه اللعبة، لكن مع ذلك احنا ممكن إطلاق كلمة المستقلين على 40 نائب الذين هم في وسط العملية السياسية أو في وسط الساحة في اللعبة السياسية. المستقلون لهم رأيهم، مستقلون أنا باعتقادي إن انخرطوا في عملية الدخول في العملية السياسية لهذا الطرف أو ذاك، رغم كل الدعوات التي قدمت من قبل الإطار ومن قبل التيار للانضمام إلى هذا الطرف أو ذاك، لكن يبقى المستقلون حقيقة هم يريدون أن تكون هناك رؤية جديدة، رؤية سياسية جديدة، لكن هذه الرؤية هل تتحقق؟ هذا هو السؤال. يعني هناك حقيقة بعض الـ التسريبات تقول أن هناك رؤية للمستقل، حلوا البرلمان ونعيد الانتخابات وبالتالي يكون شيء آخر لعله. هذه رؤية. الرؤية الأخرى تقول لا، إحنا يمكن أن ندخل العملية السياسية ويمكن أن نغير من الداخل. هذه رؤية ثانية للمستقلين. هناك رؤية ثالثة للمستقلين أنه، وهذه على الأكثرية وهي رؤية الشارع كذلك،
أنه نحن لا ندخل في هذه العملية السياسية، لأنه الدخول في عملية سياسية معناه سقوط المستقلين وسقوط كل الشعارات التي رفعوها في يعني ساحات التظاهر، سواء كانوا المستقلون الذين جاءوا من ساحات التظاهر. إلى تحديد مبادرة الإطار الشيعي، اسمح أستاذ علاء، هذه المبادرة لما حددت للراغبين في تشكيل الحكومة، هسه هنا صار عندنا مفترق طرق. الفرضيات الثلاثة اللي انطيتها حضرتك لربما اثنين منها ما راح يشتغلن بهذا الاتجاه، فقط للراغبين في تشكيل الحكومة. هذه المفاوضات راح تأسسنا لي يعني فتح آفاق جديدة تعالج لنا هذا الانسداد السياسي. ما جاي يوصل لي، ما جاي يوصل لي الصوت. على الأقل الفحوى كثير. ممكن أعيد السؤال الله يخليك الأستاذ علاء؟ يعني هذه المتغيرات، الدعوة لما كانت من قبل الإطار للراغبين في تشكيل الحكومة، يعني فقط في هذه الجزئية. نعم. اللي يريد يذهب معارضة واللي كذا، هذا ما مشمول بالمفاوضات. هذا الباب راح يفتح لنا الانسداد السياسي. يعني هو شوف، هو هذا ما راح الانسداد السياسي. خليني أنقل لك رؤية مهمة حقيقة، وهي رؤية لتحالف قاد وطن أيضا في الداخل. يعني تحالف قاد وطن يقولون بشكل واضح جدا، هناك حقيقة رأي في داخل هذا التحالف يقول نحن نعم نحن الأقوياء، نحن الأكثرية في عدد المقاعد في الفائزة في الانتخابات، لكن لسنا الوحيدين الذين في الساحة، يجب أن تكون هناك مشاركة للأطراف الأخرى. هذه الرؤية رؤية مهمة جدا أعتقد، هذه طرحها حقيقة. يعني الرؤية هذه مطروحة من قبل التحالف، وبالخصوص من تحالف عزم وتقدم أو تحالف السيادة. هذه تقول نحن نعم لدينا كثير من المقاعد في داخل البرلمان. يعني التيار لديه مقاعد 73 مقعد. نعم. تقدم ويعني السيادة، تحالف السيادة لديه أيضا مجموعة من المقاعد. نعم. الاتحاد يعني الفارتي أيضا لديه مقاعد كثيرة، وهي أكثر المقاعد الكردية وأكثر المقاعد السنية وأكثر المقاعد الشيعية. وبالتالي هذا التحالف الذي أطلقت عليه منذ البداية هو تحالف الأقوياء. هذا التحالف نعم هم أقوياء، ولكن ليسوا الوحيدين الذين في الساحة السياسية لكي يلعبوا هذه اللعبة اللي يمكن أن تمرر. طيب. ولو كان حقيقة باستطاعة التحالف يعني تمرير الحكومة لمرت الحكومة. لكن المشكلة اليوم اكو مشكله كبيره جدا. يعني لعله انا سمعت حقيقه اطراف من صديقي وزميلي السيد وائل بانه ما يطرح في الساحه او يعني في قضيه الخلاف المالك الصدر. هذا الخلاف هو خلاف حقيقي. هذا الخلاف لعله واحد من العقبات الكأداء التي تعترض طريق العمليه السياسيه او طريق تشكيل الحكومه، وليس العمليه السياسيه، تشكيل الحكومه. يعني هناك يعني بشكل واضح جدا هذا الخلاف بيأثر على عملية تشكيل الحكومة. طيب، وهذا التأثير وهذه المبادرة أستاذ علاء، أستاذ وائل، لما يكون هناك بابا مفتوحا فقط للجهات الراغبة في تشكيل الحكومة، ووصفهم السيد الخطيب للمستقلين، وصفهم ببيضة القبان، بالتالي راح يؤدي هذا المقترح إلى انفتاح سياسي جديد؟ نعم، هذه النقطة هي اللي أعتقد بها يعني ستكون بوابة للانفراج السياسي. نعم. لكن هذا الانفراج وهذه البوابة تحتاج إلى لقاءات حتى. نعم. تترجم وتجسد إلى واقع حقيقي عملي على الأرض. يعني لا يبقى فقط أنه هذا الطرح، يحتاج إلى حوار مع الأطراف التي ترغب بتشكيل الحكومة. ونجد أنه الأطراف التي ترغب بتشكيل الحكومة على الأقل من إنقاذ وطن جزئين، الديمقراطي والسيادة. نعم. والمستقلون أيضا لربما يدخلون أو لا يدخل قسم من عندهم، لكنهم إن بعدوا أو أبعدوا أنفسهم عن الحكومة. نعم. بالتأكيد أنها يعني الطرف الكردي وطرف السيادة إذا ما جاء يعني متناغما مع مبادرة الإطار، بالتأكيد أنهم سيشكلون الحكومة ويستطيعوا أن يكون على الأقل تكون الانفراجة يعني في بوابة في بدايتها بشكل واضح. من الممكن أن يحوي الجميع، أنا أتصور أن الجميع سيشترك في الحكومة القادمة، والمعارضة سوف تكون قليلة،
تقول لي ليش؟ أقول لك هسه الآن ماذا لو مرر يوم غد مثلا قانون الأمن الغذائي مال التنمية؟ هذه عندنا نموذج حقيقي إلى معارضة. زين هاي المعارضة إذا مرر هذا القانون ومررت قوانين أخرى شنو تأثير هذه المعارضة؟ لو فرضنا جدلا أنه اليوم هذه المجموعة الرافضة لتمرير القانون هي تمثل المعارضة، ونحن نطالب أن تكون معارضة فعالة داخل البرلمان. طيب شنو تأثيرها إذا مرر القانون؟ طيب. يعني إذا راح تفقد قيمتها، فبالتالي أنا أتصور الجميع سيشترك لكنه سيقدم تنازلات كل إلى الآخر. طيب إحنا أيضا أشركنا متابعي موقع قناة الأيام الفضائية في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وسألناهم هل تعتقد بأن الإطار الشيعي سيغير مسار المعادلة السياسية قريبا بعد طرحه المبادرة المرتقبة؟ 71% قالوا نعم، و 26% قالوا كلا، و 3% تحفظوا على الإجابة. الأستاذ وائل الركابي، عضو ائتلاف دولة القانون، شكرا جزيلا لحضورك معنا، وشكري الكثير الأستاذ علاء الخطيب الكاتب والمحلل السياسي، انضمت معي عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لحضرتك مرة أخرى. نتواصل مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. قطعا علينا أن نهتم برعاية الشباب المؤمن والمسلم. نهضة الأمم وضمانة المستقبل، قناة الأيام الفضائية تقيم ندوة بعنوان دور الشباب في إحداث النهضة الحضارية للأمة الإسلامية للعلامة أحمد راسم النفيس. قطعا علينا أن نهتم برعاية الشباب المؤمن والمسلم. هذه من البوارق المضيئة في طريق التقدم وطريق التطور والتحضر. يجب أن نتفاعل مع ما طرح في هذه الندوة من خلال يعني تحصين الشباب. حياكم الله مجددا في ندوة موسعة حضرتها شخصيات أكاديمية وعقدتها قناة الأيام الفضائية حول دور الشباب في نهضة المجتمع، حاضر فيها واستضافت الدكتور أحمد راسم النفيس، وحددت الندوة مجموعة من الأسس اللي تساهم في بناء جيل الشباب بما يضمن تصديهم وتفاعلهم مع الساحة من أجل بناء مستقبل ناهض. التفاصيل في سياق التقرير اللي أعد أن الزميل علي حبيب نتابعها، ونفتح الحديث مع ضيف الندوة الدكتور النفيس. دور الشباب في إحداث النهضة الحضارية للأمة الإسلامية عنوانا لجلسة حوارية نظمتها قناة الأيام، قدم فيها المفكر الدكتور أحمد راسم النفيس بحضور نخبة مميزة من أصحاب الشأن. ناقش المشاركون خلالها الأدوار التاريخية للشباب المسلم الذين رفعوا راية الدين فوق كل شبر في الأرض، ونشروا رسالته في الأفق، وساهموا في تصحيح مفاهيمه. قطعا علينا أن نهتم برعاية الشباب المؤمن والمسلم ومنع انقراره إلى شعارات غير مدروسة وغير مفهومة تأخذه وتتوه وتتوهه في بحار الظلمات. مثل هكذا ندوات حقيقة اللي أقامتها قناة الأيام هي ندوات على خطى صحيحة ومباركة، وإن شاء الله في الأيام القريبة تتكرر هكذا ندوات لتنوير أكثر عدد من الشباب، بل للحضور أيضا حضور شبابي لابد في هذه الندوات ليسمع مثل هكذا خطابات وكلمات من شأنها أن تعزز الروح العقائدية والروح الحضارية والعرف الاجتماعي اللي متربي عليه الشباب داخل العراق. المشاركون أشادوا بالشباب الإسلامي وحثوه على الاستقامة، فهم الطاقة الفاعلة التي بصلاحها يصلح حال المجتمع، ولا بد من استكمال طريقهم في تغيير الواقع، وعلى الجهات المسؤولة أن تسلك مسلكا عمليا وأن تعمل بتماس مع كيفية تفعيل هذه الثروة. في ظل كل هذه التحديات يتحمل الشاب المسلم مسؤولية حمل هذا المشروع اللي حمل كل الأنبياء والأوصياء والأئمة والفقهاء على أكتافهم، أيضا الشباب كون يتحملون هذه المسؤولية بالمضي والمواجهة، مواجهة كل هذه الهجمات، خصوصا يوم المعسكر الغربي يعيش أسوأ أيامه. ما أقامته قناة الأيام في هذه الندوة هي عملية توعية وعملية تنبيه لأهمية دور الشباب واحتضانهم، ومطلوب من الحكومة ومن الدولة أن تفتح لهم قنوات للغرض يعني استثمار طاقات الشباب. وتسعى الأيام الفضائية دائما إلى طرح رؤى تأهيلية ومراجعات فكرية
على منظومة الشباب، ليظل الأمر مثار جدل واهتمام حتى يتبوأ الشباب ما يستحقونه من مكانة فعلا. فهذه الفئة عماد الحاضر وعدة المستقبل، ولا بد من احتضانهم وتلمس احتياجاتهم عبر مراكز الشباب والأندية الاجتماعية. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وباسمكم أرحب بضيفي الكريم الذي حاضر في الندوة التي أقامتها قناة الأيام الفضائية، ضيفا كريما من مصر، الدكتور أحمد النفيس، الكاتب والمفكر المصري. حياكم الله دكتور. أهلا بك. أتشرف أن أكون محاور لحضرتك في هذه الدقائق المعدودة. أهلا وسهلا. دكتور، لما نتحدث عن التحولات النهضوية في العالم الإسلامي، خلينا نأخذ مفردة المجايلة. لما يكون هنالك يعني هذه المحاولات النهضوية توفقت في مرحلة، تراجعت في مرحلة أخرى، ألقي العاتق الأكبر على أو الهم الأكبر على عاتق المفكرين والأكاديميين، بالتالي الشباب كيف يصار إلى تحديد أدوارهم في هذه المنظومة الفكرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعتقد أن الشباب هم القوة الضاربة للأمة الإسلامية، هذه واحدة. الثانية هم مستقبلها، بمعنى أن الشاب الآن الذي لم يكمل 20 من عمره في مراحل التكوين الفكري وفي مراحل الخطر أيضا، الخطر المحتمل الذي يهدد تكوينه الفكري، فإما يأخذه في اتجاه الانحراف أو يبقيه على خط الاستقامة فيكون نافعا لأمته، نافعا لأسرته، نافعا لمجتمعه، طالما نشأ وتربى على أسس أخلاقية وفكرية صحيحة. لا غنى عن تربية الشباب على أسس فكرية صحيحة، بحيث يكونون يعني قوة ضاربة لصالح الحق وليس قوة ضاربة للحق كما يراد أن يفعل بهم. نرى أن الغرب وعملائه في المنطقة ومساعديه يحرصون على جر الشباب نحو الفراغ، نحو الإباحية، نحو الانغماس في الشهوات، عبر تبني أفكار مناقضة لدينهم بدلا من أن تقوي وجودهم وتقوي مجتمعهم، فإذا به تضعفه. ثم يكتشف هذا الشاب بعد أن يتقدم به العمر وبعد أن يبدد قوته فيما لا طائل من ورائه أنه قد خسر ولم يكسب شيئا. طيب، هذا اتجاه، ولكن هنالك أيضا اتجاه آخر، لربما هذه الإشباعات الفسيولوجية المنقوصة للشباب حرفت تفكيرهم إلى التفكير المتطرف، بالتالي الحركات التكفيرية التي نشأت وعولت كثيرا على الشباب من وحرفت أفكارهم باتجاهات الدين الإسلامي، أصبح يمثل بأنه دين دموي، دين القتل، بينما هو في الأصل دين التسامح والإخاء. كيف تنظر إلى هذه الانحرافات الفكرية دكتور؟
طبعا أنه يمكننا القول بأن هذه التيارات الانحرافية سواء تلك التي تأخذ الشباب وتجره نحو ساحة الإرهاب والإجرام والقتل كما رأينا بالنسبة للدواعش وغيرهم، هذه التيارات هي تيارات منظمة لا يديرها أشخاص بمفردهم، ليست مبادرات فردية ولا مبادرات دينية، وإنما يقف خلفها الشيطان الأمريكي الأكبر والشيطان الإسرائيلي. يعني احنا رأينا بأم أعيننا في سوريا كيف قدمت الكيان الصهيوني لهذه الحركات الإرهابية الدعم والتسليح والعلاج، وكيف كان يدعمهم في معاركهم ويغطيهم ويمنحهم الغطاء الجوي. من ناحية أخرى فهناك تيارات ربما كانت تتطلع إلى التحديث وإلى الحضارة وإلى اعتناق الأفكار التي يظنون أنها أفكار جديدة، إلا أنها في حقيقة الأمر ليست أفكارا جديدة ولا غيره، وإنما هي أفكار بالية أو من مخلفات الفكرية للغرب التي يجري تصديرها إلينا. وبالتالي على ليس فقط على المؤسسات، وإنما على الأحزاب، على المرجعيات الدينية، على أن تقوم بدورها في توعية هذا الشباب وتثقيفه سياسيا وتثقيفه أخلاقيا وتربيته على التمسك بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف. عندها يمكننا أن نقلص تلك المساحة المتاحة أمام التجنيد في صفوف الإرهابيين. ورأينا كيف أن بعض المجتمعات منحت أبنائها قدرا من الحصانة فيما يتعلق بهذه الجوانب سواء التجنيد. ولكن المؤثرات تبدو أنها قوية. لو تحدثنا عن الوصول إلى السلطة، فالحركات الإسلامية ذات المسار الصحيح تصل إلى السلطة ولكن تحارب من قبل جهات معينة كي تكون نموذجا فاشلا، وهنالك من صاحب الفكر المنحرف لربما أيضا اتخذ مسارات ديمقراطية ومسارات صحيحة وأيضا وصل إلى السلطة، والتجربة المصرية ليست ببعيدة. وهنالك من أخذ يدعي بأنه دولة إسلامية ويطبق الحدود الشرعية ويريد الوصول إلى السلطة. بهذه الحال الكل طامحون إلى السلطة، كيف تنظر إلى الإسلام السياسي والوصول إلى السلطة؟ الإسلام أولا ما يكون شيء اسمه إسلام سياسي، لأن ليس هناك إسلام غير سياسي. إذا كان المسألة الفارق بين الإسلام السياسي والإسلام غير السياسي هو تطلع البعض لامتلاك السلطة، فلا أعتقد أن عاقلا في هذا العالم يسعى لأن يضع أجمرة في جيبه أو في ثيابه. السلطة في المحصلة هي جمرة من نار، مسؤولية يمكن أن تحرق صاحبها ما لم يكن مؤهلا لتسنم هذه المواقع. الجماعات، يعني عندما نتحدث عن ما يسمونه بالإسلام السياسي علينا أن نفصل بين مجموعتين من التنظيمات والجماعات، وكلها تنظيمات وجماعات. تنظيمات مثل حزب الله، مثل الحشد الشعبي، نشأت لمجابهة الاحتلال، للدفاع عن أرض الوطن، للدفاع عن الأبرياء أيا كان دينهم وانتمائهم. ومجموعات أخرى كان يعني تبنت بعض الأفكار المتخبطة مثل إعادة بناء الأمة الإسلامية من جديد، لأن الأمة القديمة خلاص انتهى أمرها، مثل يعني إعادة اعتناق الإسلام، مثل الإيمان بأن المجتمع مجتمع جاهلي وينبغي أن نقاطعه وأن نمتنع عن مده بأسباب الحياة، مثل ما قال سيد قطب في بعض كتبه. فالفارق يوهري، يعني في لبنان لدينا حزب الله، في العراق لدينا حشد الشعبي،
لم يزعم أي من هؤلاء أنه الممثل الوحيد للأمة الإسلامية، فالأمة الإسلامية موجودة داخل الحشد الشعبي، داخل حزب الله، وموجودة خارجه. والاختلاف بين المسلمين المنتظمين في صفوف المقاومة والمسلمين غير المنتظمين في صفوف المقاومة هو اختلاف في الرؤى، ولكنه ليس خلافا حول جوهر الدين، بحيث أن هذا مسلم والآخر ليس بمسلم. فمن هنا تأتي خطورة الخلط أو إطلاق تسمية الإسلام السياسي على كل الحركات الجهادية أو الحركات التي لا تريد إلا أن تصل إلى السلطة وترى نفسها هي الوحيدة المؤهلة للمشاركة أو لاستلام السلطة، كما حدث في مصر على سبيل المثال بالنسبة للإخوان المسلمين. لما وصلوا إلى سدة الحكم أصبحت هنالك مقاومة لهذا التغيير، وبالنتيجة كان إبان حكم المرسي لمصر، كانت هنالك عصابات داعش تريد الوصول أيضا إلى السلطة في العراق، في سوريا، في ليبيا. هي المأساة أن هم تكاملوا فيما بينهم عندما أعلن محمد مرسي في مؤتمره الشهير عن ضرورة دعم من أسماهم بالمجاهدين في سوريا بالمال والسلاح، وقال أن الجهاد في سوريا فرض كفاية أو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. عندما جمع المئات أو العشرات من أسماهم بعلماء المسلمين وأفتوا بضرورة الجهاد في سوريا، وفي النهاية تبين أنه هذا الجهاد الذي في سوريا هو جهاد في خدمة إسرائيل ليس إلا. وبالتالي فكرة أنه أنا راجل مسلم أريد إصلاح المجتمع الإسلامي، ولكنني لا أريد إعادة اعتناقه الإسلام، شتان بين إصلاح المجتمع وما يعانيه هذا المجتمع من عيوب وسوءات وأخطاء، ربما أخطاء في المفاهيم، ربما أخطاء في التطبيقات. دكتور، حضرتك ذكرت حادثة معينة، وهنا أسمح لي أن أتدخل ربما في اختراق خصوصية حضرتك. في حوار سابق ولقاء سابق تقول أنني كنت إخواني لتسع سنوات، بالتالي هل اختلفت مع ما كنت إلى ما أصبحت حول المفهوم أو النظرية، أم كان هنالك التطبيق الذي جعلك تغير هذا المسار؟ لا، يعني هو القصة ليس اختلفت، تطورت، تقدمت للأمام، بمعنى أنه كانت الفكرة المطروحة آنئذ أن جماعة الإخوان المسلمين هي الممثل الحقيقي والوحيد للإسلام المتاح حاليا، وأنه علينا أن نتجمع كلنا كمسلمين ضمن هذا الإطار وضمن هذه الجماعة. تبين لي بعد ذلك أنه لا، يعني لدينا مشاكل أو لدى هذه الجماعة مشاكل تمنع تماما الوصول إلى مثل هذا الهدف بأي وسيلة كانت. يعني هذه الجماعات لا تمتلك رؤية، لا تمتلك مشروعا فكريا. ولما نتحدث عن مشروع فكري نحن لا نتحدث عن بناء ناطحة سحاب أو بناء مدينة جديدة، نحن نتحدث ماذا احنا، فين احنا، مين، من هم جيراننا، من هم أعداؤنا، ما هو تاريخنا. أين وجدت الأجوبة على هذه التساؤلات دكتور؟ لا، أنا وجدت الأجوبة على هذه التساؤلات بعد سنوات وسنوات من القراءة والبحث والتحقيق والتدقيق. إلى أن وصلت؟ لا، يعني هي فكرة مرحلة التشيع والانتماء لأهل البيت عليهم السلام، دي أول السلم. يعني في أول السلم هناك يقع أو يقطن الكثير والكثير من المسلمين، سواء كانوا من البسطاء أو من المثقفين. المسلم في البداية أو في النهاية هو مجرد عبد من عباد الله، عليه أن يعرف الطريقة الصحيحة لعبادة الله. بالنسبة لنا هذا المسار، لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، نتمسك به. طيب،
إنما عملية البحث والتفكير والقراءة في التاريخ دي خدت بقى بعد كده العديد من السنوات وما تزال مستمرة ومتواصلة حتى هذه اللحظة. طيب أمام فكر حضرتك، هل تصمد النظرية العلمانية بعد أن أوضحت لنا بأن لا يوجد إسلام سياسي باعتبار انتفاء النقيض، لا يوجد أيضا إسلام غير سياسي؟ يعني هي فكرة العلمانية دي فكرة شكلها كده يعني سميها فكرة كوميدية، يعني ناس تقول لك إنه العلمانية هي العدو. نريد أن نعرف لماذا العلمانية هي العدو؟ لأنها تفصل الدين عن الدولة والإسلام دين ودولة. جميل جدا، الإسلام دين ودولة، نحن متفقون الإسلام دين ودولة وسياسة واجتماع واقتصاد. طب إيه بقى حكاية إنك تفصل الدين عن الدولة؟ تفصلهم إزاي الأول؟ عملية جراحية مثلا زي التوائم الملتصقة؟ هتقول الكنيسة أو إحنا عندنا هنا المرجعية، هتقول المرجعية لا تنطقي، كيف يعني؟ يعني المرجعية الكنيسة عندما ترى ظاهرة، أي ظاهرة من الظواهر في البداية هي تبدو الظاهرة ظاهرة اجتماعية، إنما أي ظاهرة اجتماعية لها بعد سياسي، سواء كان بعد سياسي فاعل هو الذي أوجد الظاهرة أو بعد سياسي تالي. يعني اختلف الناس في بلد من البلدان حول قضية اجتماعية، حول مولد من الموالد، في مصر بيعملوا موالد، فقوم ناس يعملوا مولد وناس اعترضوا عليهم، قامت حرب بينهم أو قام اشتباك بينهم، تحولت لمسألة سياسية. لا يوجد دين في العالم ليس له تأثير سياسي. يمكن أن تكون الدولة محايدة، يمكن أن تكون الدولة محايدة. الحياد هل يخلق السلطة؟ أو إذا ما تحدثنا عن التطرف اليميني أو اليساري، هل يصمد في منصة الحكم أو سلطة ليس الحكم؟ هناك دولة محايدة ولا يمكن أن تكون محايدة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، نعم، يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم. طيب أنت عندك أي دولة في العالم النهاردة، أي دولة بلا استثناء، تنشئ حول الرئاسة أو حول الملك مجموعة من الموالين يسمونهم أزرعة الحكم. طيب هل دول بيجيبوهم من كل الطبقات والفئات ولا ممكن من فئة معينة؟ ممكن من غالبا من فئة معينة. من يؤثر في سياسات الناس؟ هذه التيارات الفكرية التي تراها وتلك التي لا تراها. ففكرة فصل الدين عن الدولة ده كلام يعني كما يسمونه التفكير بالتمني، أو فصل المؤسسة الدينية عن المؤسسة السياسية، تماما شخصيا موافق يعني وأؤيد ذلك، بمعنى أن تكون المؤسسة الدينية مستقلة عن المؤسسة السياسية، أؤيد ذلك. غالبا ما تطرح بعض النظريات لبننة العراق وعرقلة لبنان والتجربة المصرية ممكن تنتقل في ليبيا، وليبيا ما يحدث في ليبيا ممكن أن يحدث في السودان أو في الخليج، كيف تنظر إلى هذه العلاقات الترابطية دكتور مع اختلاف أنظمة الحكم؟ هناك تشابهات، هناك تشابهات، بمعنى أنه لبنان منذ البدء أنشئ كدولة يعني يحكمها المسيحيون الموارنة، ومنحوا سلطة ربما كانت تتوائم مع عددهم آنئذ الآن لم تعد. معروف الموارنة لهم كذا والسنة لهم كذا والشيعة لهم كذا، ده اسم الظاهرة اللبنانية. ومع ذلك يعني هذه التجربة الطائفية في لبنان لم تكن خالية من المزايا، لم تكن خالية من المزايا، بمعنى أننا في بلدان أخرى فيها طوائف ولكن لا أحد يعترف بوجود طوائف، ويتحدثون عن المواطنة ويتحدثون عن مش عارف إيه، واخد بال حضرتك؟ وتحت هذه المواطنة واللا طائفية ونبذ سمعنا في العراق مرارا وتكرارا عن نبذ الطائفية، وإنه أمريكا هي التي أحيت الطائفية في العراق. احنا لن نناقش الدور الامريكي في صياغه الحياه السياسيه في العراق، انما انت عايز تقنعني ان امريكا هي التي عندما جاءت
ظهر انه في تباين طائفي بين الشيعة والسنة تم الحرب بين الحكومة العراقية والأكراد. بدأت من امتى؟ من اول القرن العشرين، ماشي؟ ما امريكا ما اخترعتهاش. إذن هناك مطالب طائفية محقة علينا أن نعترف به، وهناك مطالب طائفية يعني يسموها أوفر، يعني لا، واخد بالك، دي تمس حقوق المجموعة. في ظل الوضع اللبناني في طوائف بتأخذ أكثر من حقها، واخد بال حضرتك، وكذا في الوضع العراقي هناك من يأخذ أكثر من حقه. ففي مجموعة ظواهر في العالم الإسلامي تتعلق بالطوائف وتتعلق بالحقوق وتتعلق بالحياة السياسية، ولكن لا أعتقد أن العالم الإسلامي يتمتع بنظام إجمالا، يعني أنه ليس هناك نظام في العالم الإسلامي يحقق العدالة الكاملة. هناك نظم تحقق بعض العدالة أو العدالة النسبية. هناك الاستقرار بالمناسبة، يعني ليس معنى أن يكون هناك في العراق أو في لبنان بعض الافتئات على حقوق بعض الطوائف أن احنا نعلن الحرب أو نعلن القتال حتى نحصل على مثل هذه الحقوق. سيبقى الجدل قائما، من حق كل إنسان أن يطالب بمزيد من الحقوق، ولا نرى في ذلك بأسا ولا عيبا. يطالب زي ما هو عايز، المهم يحافظ على استقرار بلده، يحافظ على نموها، وفي النهاية مش هتفرق كتير. الكاتب والمفكر المصري الدكتور أحمد النفيس، تشرفنا بك مرتين في الندوة الحوارية التي أقيمت قبل ساعات، وفي لقاء حضرتك في هذه الدقائق التلفزيونية، والشرف الأكبر بأنك زرتنا في بلدك العراق. شكرا جزيلا لحضرتك مرة أخرى، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.